بنته صوت هذه الصحة هاي هيك سادي سيدنا روتا فايروس. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. حمد أحمد أبو عزوم مدير مكتب الرعاية الصحية الأولية. طبعا بحمد الله تم وصول شحن التطعيمات من مركز الوطني إلى مكتب الرعاية الصحية الأولية تبع لإدارة الخدمات الصحية مباشرة، وتم تخزين الشحنة في ثلاجات أو الحلقة الباردة الخاصة بها. وطبعا التطعيمات اللي وصلنا تطعيم الروتا اللي هي العجلية وطعم السداسي، يعني تطعيم الشهرين والأربعة والستة كي أصبحت الجرعة كاملة ومتوفرة في جميع المراكز الصحية في بلدية سبا. وأما بخصوص طعم السحائي الذي يعطى في عمر 9 شهور وعمر السنة للأطفال، ما زال ما توفرت أو الجرعة موجودة في طرابلس تحت الإجراءات الرقابية أو الإجراءات الإدارية. أول ما يتم الإفراج عنها بإذن الله يتم توزيعها على البلديات وتوصل، والموضوع بإذن الله حياخذ من هنا لأسبوعين أو 3 أسابيع بإذن الله تعالى وتكون متوفرة. ونسأل الله التوفيق والسداد للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.